كان تيجيولو الناس تيصيفو فيه تيجلسو فيه تياخدو راحتهم مع الطبيعة الشلال فهمتي. العمل ديالنا هو ميكونش السرقة ميكونش الكريساج ميكونش بزاف د الحوايج، تيكون تيجلس مادام مأمن واخد راحتو ميوقعلو لا مشكلة والو، حضرولهم حوايجهم فهمتي بزاف د الحوايج. إقبال في رمضان شي شوية مازال الناس تيقرا مازال الناس خدامين، دابا حتى الصيف عاد تيكون شي شوية مزيان. الشلال والطبيعة الخضورية داكشي طبيعي مكاينش بحال شكل لا بيسين ولا شي حاجة، حاجة طبيعية. جيت نتسارى تيعجبني صفرو كاسكار زوين نتسارى. المهم انا ديما كيعجبني في رمضان كنبغي نشوف بحال دابا هكايا شوية ديال وكاسكار زوين كنجيلو ديما كل عام تنجيلو انايا. انا من فاس نجي للبكناس سميتو الكاسكار هنا الصفرو كيعجبني مزيون الما ديالو مزيان سميتو الطبيعه فيه زوين هذاك الشيء زوين. المهم كل واحد داخل سوق جوا كيما تيقول. المهم مزيانه تنجيو نشوفو هادي تنتساراو تنمشيو بحالنا. الرواج راك عارف فهمتيني، الرواج كل نهار ورزقو اخي، راك عارف الرواج، الرواج راه البيع والشراء خصو الصبر، ملي صبر الرواج كل نهار ورزقو. المنطقة كينقصها بزاف، كينقصها لونطيلات، كينقصها المخيمات، كينقصها فهمتي بزاف ديال الحوايج. هاد لوطيل هو هذا ما خدامش بزاف لوطيلات، لأن حتى الباساجي كيجي خصو يلقى فين يجلس فين فهمتي، يعني ما يمكنش يجي الباساجي ما يلقاش خصو أول حاجة بعد لوطيلات المخيمات خصهم يكونوا في المدينة. بليس هادي خصها راك عارف فهمتي خصها شويه ديال 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 الاهتمام ديال النظافه ديال كذا فهمتي فهمتي خصها شويه ديال الاهتمام النظافه فهمتي. الفصره ديال مهرجان موسم حب الملوك هو اللي الفصره المزيانه اللي كتكون هنا، كيجي لها باساجي بزاف، كيجي لها حتى بلادهم يعني من جميع فهمتي جميع المناطق من المغرب كامل راه كيوصل هنايا. كاكا عيانة حركة ما عندناش فيها في البرد ما عندناش في رمضان ما عندناش، عندنا في ذاك اليوم الستة ثلاث شهور هي اللي عندنا صافي هي اللي كاينة. ها السبب ما كاينش وقت عيان وما حد سياحي كتقضى السياحة، السياحة كل واحد كيمشي لدارو كل واحد كيمشي هذا كتقضى العطلة صافي ما بقناش، بقنا كنعسو كنعسو على الحيط هادشي علاش بقنا كنعسو، ما المدخول ديالها راه ما كاينش. والله هي كاينة ما نقولوش ناقصة، نقصنا الضو ما كاينش، نقصنا القهوة ما كينقيوش، البلدية ما كطلعش تنقي، ما عندها غير تخلي الدنيا مكرفصة ولا هذا عام كله الدنيا مكرفصة حتى جمعنا حنا، حتى جيت أنا جمعت هذا عبد المدير وادي جمعة، وادي جمعة ولينطا وفنتاشي، اللي ما عندي فنتاشي ما كاين حتى شي حاجة، هذا هو المشكل أخويا، المشكل اللي عندنا وهو المشكل ديال الضو دابا ما كاينش، هذا هو المشكل. والصيف هي جات وباش يخرجوا بزيرو ما عندنا حتى ريال، يخرجوا بزيرو.